ما هلا رح نروح لاخر محطاتنا فرح، حنحكي عن النظام الغذائي الصحي والمكملات الغذائيه. في كثير ناس بتتوقع انه النظام الغذائي كافي وانه هي بتقدر تاخذ شو بده الجسم من خلال هذا النظام، الا انه بعض المشاكل الصحيه تحتاج للمكملات الغذائيه اللي في بعضها صناعي وبعضها طبيعي، ولكن هل الجميع بيقدر يتناول هي المكملات الغذائيه وهل هي لوحدها كافية؟ خلينا نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا خبيرة التغذية رغداء جابر. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. اليوم مصطلح المكملات الغذائية هو المصطلح الرائج مثل ما بدنا نقول، خلينا نعرف شو هي وأيمتى نحن بنقول نحن بحاجة مكملات غذائية. هلا المكملات الغذائية بتنقسم لقسمين، مواد كيميائية مصنعة ومواد طبيعية. هي عبارة عن فيتامينات، معادن، ألياف، أحماض دسمة، أحماض آمينية، كلها بحاجتها الإنسان، وغالبا ما عم ناخد احتياجاتنا من الغذاء الكامل بسبب نقص المعادن بالتربة من الأصل، لأنه على تكرار زراعة التربة ممكن أنه تنقص من المعادن، يمكن الوضع الاقتصادي شوي، كتير أمور خلينا نحن ما ننتبه، أو سرعة الحياة والأكل الجاهز وهي الأمور تخلينا ما ننتبه لتفاصيل صغيرة أني أنا أخذ فعلا المكملات الغذائية من غذائي بس مكملاتي. فنحن بحاجة دائما لمكملات إضافية. هون نحن دائما ننصح هلا بهي الفترات نرجع شوي للطبيعة، يعني نترك الكلية والكبد يرتاحوا شوي من الأدوية الكيميائية. فدائما نحن بننصح أن نحن نفوت بقى على الطبيعة، نرجع شوي للطب العربي، للطب القديم. يعني هو هلأ الغرب هو كله متوجه له، صاروا كتير بعيدين عن الأدوية الكيميائية، عم يتوجهوا للأعشاب، للمكملات الطبيعية، لهي الأمور. فنحن شوي نرجع لهي المواضيع، لأنه كثرة الأمراض بشكل كتير كبير بسبب كل شيء، تلوث الهواء والماء والتربة. فنحن بحاجة أن نحن نرجع شوي للطبيعة، للفطرة الأساسية لجسم الإنسان. في مكملات كتير طبيعية يمكن اليوم نحن أول مرة حنسمع فيها هون بمجتمعنا، هي من يعني منتشرة كتير حول العالم، بس هلا يعني نحن بلشت الثقافة شوي شوي تفوت عليها علينا. هلا في عنا كتير مكملات، مثلا في عنا سيبرولينا إذا سمعانين فيها، هي عبارة عن بكتيريا أو طحالب بيجي لونها الأخضر المزرق. هي المكملات كتير كتير رائعة، يعني حتى وزارة الصحة العالمية سموها سوبر فود. أنا باخذ احتياجاتي الكاملة من الأحماض الأمينية، باخذ احتياجاتي من مجموعة البي 1، بي 3، بي 6، بي 12. نحن بحاجة لنقوي الأعصاب، الفيتامين سي، الفيتامين اي، فهو منقي جيد جدا للأكسجين، بيوصل الأكسجين بالدم تمام. فبتحسيه هو فعلا مكمل رائع، اني انا عم باخذ كل شيء، معادن او فيتامينات او احماض امينيه انا بحاجتها. حتى الرياضيين بلشوا يستخدموها كمكمل طبيعي للبروتين بدل ما ياخذوا. له اعمار محدده او اي شخص ممكن يقدر ياخذه؟ اي شخص فيه ياخذه، بس دائما بدنا نكون حذرين، يعني دائما الزياده من اي شيء ممكن انه يسبب لي مشكله، خصوصي امراض الكلى. امراض الكلى كثير حذرين وقت بنكون عم نعطيهم اي مكمل غذائي، فلازم نحن المعايير تكون كثير بسيطه. في عندنا كمان مثلا الراعي، مثلا هاد طفل، هاد كبير، هاد رياضي نشاطه جيد. بس بنفس الوقت لازم ننوه على موضوع، انا دائما باخذ الدواء وما باخذ السم معه. يعني مو معقول انا عشوائيه بحياتي، باخذ سكريات نشويات بشكل عشوائي، ما بتحرك غذائي، وباخذ مكملات طبيعيه لتنقي لي السموم وتنقي لي الهواء، فيعني ما بتزبط. دائما لازم انا اكون يعني لو 80 90% من حياتي صحيه، نجي عم ناخذ نحن المكملات. باول جسم شو بده؟ نحن بدنا نعطيه مكملات، نعطيه فيتامينات، معادن، هي الاحماض كلها، ونطلع السموم من الجسم، فأنا بصير إنسان كتير جيد. من ضمن المكملات كمان في الفطر الريشي، جانوديرما اسمه، يعني عالميا هيك اسمه، بس عندنا بالبلاد العربية الفطر الريشي هو الفطر الأحمر. هو كمان فطر من الفطور النادرة بس رائع جدا، بيطلع لي السموم من الجسم،
يعني هو وظيفته الاولى انا طلع لي كل شيء سموم انا مراكمته بجسمي، معادن ثقيله او ملوثات من الهواء او من الماء، فهو عم يطلع لي السموم من الجسم، حيفوت على الخليه يصححها، يصحح الخليه يرجعها لهيكلها الاول، حيطلعني مثلا انه انا شو عندي، مثلا عندي ضغطي طالع هو حينظمه، يعني عندي طالع حيظبطه، عندي نازل حيظبطه، كان ضغط سكري اي مرض كان او اي خلل بوظيفتي بالوظائف المناعيه. بتلاقي في كثير اطفال ممكن انه تتعرض لامراض كثيره خصوصي بالشتاء، تنزل المناعه عندهم، فهو يعني مثل الاكسير الحياه خلينا نقول، كثير جيد ورائع. متوافر في سهوله بسوريا؟ لا الحقيقه نحن يعني بنتمنى كثير وعم نطالب انه نخلي هاي المتممات الطبيعيه تنتشر عنا بالبلد. طب شو الموجود عنا مشان الناس اللي عم تسمعنا؟ هلا المشكله كل اللي عم نحكي فيه نحن متوفرين، بس يعني مو عنا الحقيقه. فيمكن هلا نحن الحصار اللي نحن فيه هو السبب، لانه هو دائما هي اعشاب او فطريات نادره، يعني شركات متخصصة قليلة كثير عالميا هي اللي عم تصنعه او عم بتساوي للاستهلاك البشري. فنحن بنتمنى كثير انه نحن نظبط هذا الشيء، اما نصنعه عنا، مو نصنعه يعني نجيبه نستورده او نزرعه حتى عنا نستخدمه، نلاقي اي طريقة نخلي الحياة شوي ترجع للطبيعة. من ضمن كمان الفطور الجيدة فطر عرف الأسد كمان، هي نحن يعني كلها نحن مصطلحات صلى اكثر من 10 سنين، بس نحن شوي شوي هلا عم بلش الناس توعى عليها، عم تحب ترجع للطبيعه. عرف الاسد شو بيعمل؟ هو لتركيز الدماغ، الذاكره، الادراك، الاعصاب. بتلاقي وقت بيكون في عنا امراض مثلا تابعه للاعصاب، تلوح تصلب لويحي او مشاكل اعتلال اعصاب او 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 كل شيء بخص الذاكره والدماغ والاعصاب، فهو فطر عرف الاسد. في عنا كمان الكورديسيبس، كمان من الفطور كثير جيده لانضغاط الفقرات، لمشاكل العصبية، مشاكل المفاصل اللي بيصير هلأ عندهم كتير، مثلا نشفان بالركب بيقولونا، أو السائل المحيط بالركبة بالغضروف، كلها هي كمان بيعمل لي ترميم إلها. فبرأيك هل من الممكن أنه تكون بعض المكملات هي ضارة لبعض الأشخاص؟ وقد ايه مهم اليوم يمكن أي شخص قبل ما يتجه للمكملات الغذائية يعمل الفحوصات والتحاليل الكاملة اللازمة ليشوف يمكن شو عنده نقص وشو هو بحاجة؟ تمام. هلأ وقت أنا بنحكي هذا الكلام عن المواد الكيميائية اللي نحن منصنعه، نعم. وقت بيكون الشيء طبيعي لا دائما بيكون في أمان أكثر، بس المبالغة هي اللي ممكن تضر. يعني مثلا مثل السيبرولينا اللي حكينا عليها، هي بكتيريا وفطور أو طحالب، بس وقت زراعتها أو هي محل ما بتعيش ممكن يكون في بكتيريا كمان غير يعني ضارة. فممكن انه اذا الشركة المصنعة لها او اللي هي بتشكلها على شكل حبوب او بودرة او هيك ما فصلت البكتيريا الضارة عنها، فممكن تعمل لي سمية. لهيك نحن كثير بدنا نعرف المصدر اللي عم ناخده منه، بدنا نشوف الشركة اللي عم ناخذ منها هي فعلا شركة محترمة مراقبة من وزارات الصحة ببلادنا او باي بلد ثاني. فكتير بدنا نكون دقيقين. كمان كتر كتير كميات كبيرة من السبرولينا ممكن تضر لي البكتيريا النافعة اللي بالمعدة، فكمان هون فتنا بدوامة تانية. مرضى الكلية مثل ما حكينا كتير بدنا نكون دقيقين معهم. مرضى الكبد بالعكس، الفطر الريشي هو حينظف لهم الكبد لأنه هو مهمته تنظيف السموم. فدائما الوسطية بكل شيء، ومثل ما حكينا كمان بدنا نبعد عن السموم لنستقبل الشيء المفيد لأجسامنا. طيب خلينا نحكي اليوم المكملات الغذائية أو الصناعية، هل هي وحدة كافية؟ يعني اليوم في كتير ناس مثل ما قلتي بتاكل نشويات، بتاكل دهون وغيرها، وبعدين تأخذ المكملات الغذائية أو الصناعية وتتوقع أنه هي رح يمشي الحال، والفترة الزمنية اللي ممكن نبلش نلمح فيها تحسن كمواد كيماوية نحن
يلي بالصيدليات. هلا نحن دائما هون بدنا نكون حذرين، نحن نعرف شو النقص اللي عندنا ونكمله. يعني ما فيني اخذ جرعات عاليه وانا ممكن يكون ما عندي هذا النقص. في كثير من غذائنا فيني انا اخذ هاي الفيتامينات او المعادن، بس احيانا عم بيكون في نقص معين عم بضطر اخذه على شكل مكمل. احيانا كثير نحن ما عم ننتبه لموضوع في امراض معينه هي حتسبب لي نقص بمستوى من فيتامين او معدن، فانا يعني قبل ما اصلح النقص انا بدي اصلح السبب الرئيسي لهذا الموضوع. يعني مثلا مثل مرضى السكري دائما بيعانوا من نقص الفيتامين بي 12، الفيتامين د، دائما عم يكون عندهم نقص فيه، فانا بدي اضبط مستوى السكر لحتى يزبط عندي الباقي استفيد. باي موضوع ان كان، باي مرض ان كان، نفس الشيء. كثير بتلاقي اشخاص عندهم مشاكل كثير كبيره بالمشاكل بالمعده، بالهضم، بحموضه المعده، بتناولوا على طول مضادات الحموضه. هي مضادات الحموضه بالعكس حتنزل لي مستوى حمض المعده، وبالتالي هو حتى امتصاص الفيتامينات والمعادن ما حيكون بشكل صح. نعم، اكيد بدنا نشكرك رغدة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى يكون فعلا هذا الوعي موجود عند تناول المكملات الغذائيه بمختلف انواع، في حال توفرت خلينا نقول ان شاء الله مختلف انواع ان شاء الله. بنتامل يعني انه هيك نسمع صوتنا وتصير تتوفر عنا بالبلد. شكرا لك ولوجودك معنا. اهلا وسهلا.